Yar olsun senin yoluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette olur zevku sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı, adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyreyan eyleyen, kürsünün üstünde devran eyleyen, Miraç'ta ümmetin Hak'tan dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus neyler iki cihanı sensiz, sen Hak peygamberisin, şeysiz günahsız. Sana uymayanlar gider imansız, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناق مغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بالضر لا تنع عني شفعتهم شيئا ولا ينقذون إني زل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون
قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين. فما أنزلنا لقومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتي من رسول إلا كانوا بيستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا مطهرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمر وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلق منه النار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى ذاك الوجود القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فآية لهم أنا عملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء لطمئن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مطهرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون أزواج في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون لم أعد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمر نكز في الخلق فلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان عيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مضطرون.
فلا يحزنك قول منا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. آمين. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلى الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم وافرنا يا رحيم وافرنا يا كريم وافرنا ذنوبنا بفضلك وجودك يا أكرم الإكرامين ويا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أعد لهم أولادا صالحا تاولا رزقا واسعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر للوالدي والمؤمنين يقوم للصلاة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين senin kereminle lütfunla senin rızan için okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif ve Sûre-i Celle'leri, Aşr-ı Şerif'i, salavatları, tekbiratları dergâh-i uluviyetinde kabul eyle ya Rabbil Alemin. Onlar Resulullah'ın sahabı, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ruh-i şeriflerine değildiği kabul eyle ya Rabbil Alemin. Ondan Resulullah'ın sahabı, Peygamberimizin Hazreti Adem arasında gelmiş, bütün peygamberlerin de ruhlarını hep ayrı ayrı hediye eylediği kabul eyle ya Rabbil Alemin.
Ondan sonra olan sahabe evliya kiramın, enbiyaların, müştehit imamlarımızın, sahabelerimizin, ehli beytimizin de hep ayrı ayrı onlar neyde eylediği kabul eyle ya Rabbil Alemin. Ondan sonra olan sahabe dinimizi bizlere kadar getirip ahirete intikal eden hocalarımızın, İslam alimlerimizin, hafızlarımızın, din adamlarımızın hep ayrı ayrı onlar neyde eylediği kabul eyle ya Rabbil Alemin. Ondan sonra olan sahabe bu dünyada Müslüman olarak yaşamış, ahirete intikal etmiş. Arkasından bir Fatiha olacak nesli kalmamış, bütün Müslüman kardeşlerimizin hep ayrı ayrı onlar neyde eylediği kabul eyle ya Rabbil Alemin. Ondan asıl olan sahabe Anadolu'yu bize yurt yapan Alparslan Adadan Fatih Sultan Mehmet'e, ondan Mustafa Kemal Atatürk'e, ondan da günümüze kadar gelmiş geçmiş bütün şehitlerimizin, gazilerimizin, devlet adamlarımızın da hep ayrı ayrı olan hediye eylediği kabul eyle ya Rabbil Alemin. Ondan asıl olan sahabe uzaktan yakından Kur'an'ımızı dinleyip duamıza icabet eden bütün Müslüman kardeşlerimizin de hep ahirete intikal etmişlerinin hep ayrı ayrı olan hediye eylediği kabul eyle ya Rabbil Alemin. Ondan asıl olan sahabı burada üzerinde bulunduğumuz şu mekandan ebe-i ecdat ahirete intikal edenlerin de ayrı ayrı ruhlarını hediye eylediği kabul eyle ya Rabbil Alemin. Ya Rabbil Alemin ahirette ve dünyada bizlere iyilikler ve güzellikler ihsan eyle ya Rabbil Alemin. Çok şükür bu coğrafyada bize Müslüman olarak yaşamayı kısmet ettiğin, Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ölmeyi de nasip eyle ya Rabbil Alemin. Bizleri Kur'an-ı Kerim'in yolundan ve Peygamberimizin yolundan şaşırma ya Rabbil Alemin. Vatanımızı, milletimizi koru. Ordumuzu, kolluk güçlerimizi, iç ve dış düşmanların şerrine karşı muzaffer eyle ya Rabbil Alemin. Hastalara şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda nasip eyle ya Rabbil Alemin. Ailelerimize huzur ve refah ver ya Rabbil Alemin. Çocuklarımıza hayırlı gelecekler nasip eyle ya Rabbil Alemin. Bekarlarımıza hayırlı ayrı eş, işleri olmayanlara iş. Aç sorunu çekenlere de aç nasip eyle ya Rabbil Alemin. Sofralarımıza bereket ver ya Rabbil Alemin. Bizleri de bugün ahirete intikal etme durumumuzda arkamızdan Kur'an okuyacak nesiller nasip eyle ya Rabbil Alemin. Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifin ve Selamun Alel Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Peygamberimizin ruhu için, bütün şehitlerimizin ruhu için, bugün vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizin de ruhu için, birazsa Allah rızası için lillahi teala Fatiha.